حول أداء الأسواق العالمية في ظل المستجدات المتعلقة بأوميكرون، وما إذا كانت فعلا تحذيرات منظمة الصحة العالمية منذ قرابة الساعة من الآن ستجد لها أصداء جديدة. معي من دبي السيدة لينا قنوع، محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. أحييكي لينا. يعني ربما قبل تصريحات منظمة الصحة بقليل كنا قد بدأنا نشعر ببدء تحسن الصورة، وخاصة على أسعار النفط والعقود الآجل للأسواق، لكن تحذيرات منظمة الصحة العالمية الجديدة الآن تنبئ حتى تعتقدي أنه يعني سيكون لحديث الأسواق اليوم مسار مختلف تحديدا الأمريكي؟ تقصدي الأسهم؟ سوق الأسهم الأمريكي ماذا تتوقعي له بعد تصريحات اليوم من منظمة الصحة العالمية بضرورة وضع أوميكرون في دائرة الخطر؟ بالفعل مع انتشار أهلا بك بداية مع انتشار ثلاثي متحور أوميكرون، شاهدنا كيف الأسواق الأسهم الأمريكية تراجعت بشكل سلبي جدا، وشفنا كيف التراجعات يوم الجمعة. العقود الآجل للأسهم الأمريكية افتتحت على ارتفاعات، يعني بتقرير منظمة الصحة العالمية، وتقول بأن سلالة أوميكرون هي مثيرة للقلق بالفعل. إذا تحدثنا عن الاتجاهات اللي عم نشوفها، كنا كيف شفنا الأسواق الأسهم الأمريكية ارتفعت إلى مستويات قياسية وتاريخية. الآن يعني لابد من عمليات تصحيح، ونلاحظ أيضا عمليات التصحيح نشهدها في ربع سنوي أو نصف سنوي أو بشكل عام بنهاية العام، ونحن مقبلين على شهر ديسمبر. شهر ديسمبر تكثر فيه العطلات. إذا نظرنا إلى بشكل عام إلى المتحور وتأثيره، بالفعل بدأنا نشهد أنه يعني عم نشوف كيف تباطأ الاقتصاد الأمريكي. نحن كنا نتحدث عن الربع الثاني 6.17% وتباطأ إلى 2.16% في الربع الثالث، لكن هو يعتبر أقل من الانكماش اللي شفناه الذي حصل خلال عام 2020 بتأثير جائحة كورونا، وشفنا كيف التراجعات كانت بأكثر من 31%. لا نستطيع أن نقول أنه انتهى الاتجاه الصاعد لأسواق الأسهم الأمريكية إلا إذا حصل بالفعل توجه لإغلاقات اقتصادية وعودة للإغلاقات وأيضا قيود السفر الكبيرة، حتى نستطيع أن نقول أنه انتهى الاتجاه الصاعد. المتحور دلتا إذا ما لينا لو سمحتي، الآن تعلن اليابان إغلاق المجال الجوي، يعني ممنوع أي حدا يدخل إليها من أي دولة من العالم، وبالتالي بدأ القلق يبدو يدب في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي يجب أن نتنبه لهذا. نعم، حتى منظمة الصحة العالمية عم تقول أنه مثير للقلق، وبدأت عدة دول تمنع السفر إلى خاصة من دول جنوب أفريقيا، وبالفعل بدأت إغلاقات مثل النمسا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى. يعني المخاوف والاضطرابات والهلع سوف تبدأ في الأسواق. يعني أعتبر أنه هناك سوف نشهد هذا الضغط الهابط إلا وست تستمر، لكن حتى تثبت مدى يعني من مدى خطورة انتشار وتأثيره على فعالية الأجهزة المناعية، وأيضا يعني تأثيره على يعني هل التطعيمات التي انتجت لها فعالية مع هذا الفيروس الجديد أم لا. فربما يحتاج ذلك أسبوع أو أسبوعين حتى يتبين ذلك من منظمة الصحة العالمية. فلو حصل بالفعل إغلاقات اقتصادية كبيرة وبدأت بالفعل، سوف ربما نشهد ضغط هابط. لا أستبعد الضغط الهابط خلال هذه الفترة في حال هلع واضطرابات في الأسواق. طيب خلينا نشوف النفط. لو استمرت حالة الخوف معناتها الطلب على النفط سيسجل لدينا دافع لتراجع الأسعار، وهذا ربما ما كان قد سعى له في وقت سابق، يعني الرئيس الأمريكي دافعا بأسعار النفط نحو التراجع. هل نتوقع اليوم بعد الارتفاع في النفط أن يعود ويرتد إلى تراجع؟
طبعا كما ذكرت اليوم في ارتفاع بعد الهبوط الذي حصل الكبير، يعني 14% و10% كانت التراجعات، وخاصة خلال شهر نوفمبر سجل تراجعات أسعار النفط تقريبا ب 14%. إذا تحدثنا عن أسعار النفط وقارنا يعني الفيروس الجديد أوميكرون مع متحور دلتا، نحن كنا يعني نذكر بعض الأسباب أنه بدأ متحور دلتا بالظهور خلال مايو 2020، وشفنا كيف بلش الانتشار الواسع عالميا سواء بالربع الثاني بالربع الثالث. بلشنا نشوف كيف أسعار النفط انخفضت من يوليو لأغسطس من عام 2021، بعدين شافوا التأثير أو المتداولين شافوا أنه أثر متحور دلتا والإغلاقات الاقتصادية يعني ما هي شكلت أزمة كبيرة وتأثيرات كبيرة سواء زمنية أو مكانية، فبالتالي بلشنا أنه نشوف ارتفاعات لأسعار النفط، وشاهدنا كيف الخام الأمريكي الخفيف ارتفع ل 85 دولار. انخفاض أسعار النفط اللي عم نشوفه كان لعدة أسباب، هو السحب الاستراتيجي من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول المستهلكة، وأيضا تعديل بتوقعات الطلب العالمي على النفط. لكن بشكل عام لا أستبعد بعض الضغط الهابط أيضا على أسعار النفط، لحين خاصة تم تأجيل اللجنة الفنية واللجنة الوزارية لأوبك. نعم. المفروض أنه تكون في يوم الاثنين، تم تأجيلها يوم الأربعاء. هناك توقعات أنه رح يدرسوا تأثير سلالة المتحور أوميكرون، كيف راح يكون تأثيره على الطلب العالمي على النفط. فبالتالي هناك حديث بأن يكون توقعات أن تقوم أوبك بتجميد الإنتاج بواقع 400 ألف برميل. سوف ترى ذلك، هل من الضروري أن يعني أن تقوم بهذه الخطوة أم لا؟ سوف نترقب. لا أستبعد أن الضغط الهابط سوف نشاهده على أسعار النفط في هذه الفترة، لكن على المدى الأبعد لو لم يحصل إغلاقات فسوف يعود الطلب على عالمي على النفط، وخصوصا أنه أسعار الغاز والفحم أثرت بشكل كبير على أسعار النفط. شكرا جزيلا لك لينا قنوع، محللة الأسواق في مجموعة إكويتي جروب.